السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده هيكون أول فيديو من سلسلة بعملها، هيكون بخصوص إزاي تتعامل وتتصرف مع عربيتك لو أنت في طريق سفر وعربيتك عطلت. وبصفة عامة أنا مش هكلمك عن كلام نظري أو نصائح وإرشادات من عينة قبل ما تسافر، اكشف على ضغط الإطارات، اختبر السواق في العربية، لأن بالنسبة لي الحاجات دي بديهية وأبسط من إنه يتم ذكرها. ولان انت ممكن تختبر ضغط الاطارات وتكشف على الزوائد السوائل في العربيه والعربيه تتعطل منك حاجه تانية خالص بعيد عن الموضوع ده. اللي هعمله في الفيديو ده هو ان انا هدربك تدريب عملي وحقيقي ازاي تتصرف وازاي تتعامل وازاي تكتشف العيب اللي حصل معاك في عربيتك على طريق سفر لما تعطلت منك، ازاي تعرفه وازاي تتعامل معاه بدون اي مساعده خارجيه. الفيديو ده والمجموعه اللي ورا منه انا عاملها تحديدا علشان احنا الرجاله لما بنتعطل على طريق سفر ومعاك مثلا صاحبك او اخوك، الموقف بيبقى الى حد ما تحت السيطره، بتعرف تتصرف. لكن المشكله كلها بتكمن ان الواحد فينا لما ممكن يجي عليه وقت يتعطل ويكون معاه مثلا في العربيه مثلا مراته، ممكن اخته، ممكن بنته، ممكن يكون معاه اطفال، بيبقى موقف محرج وبيبقى عصيب وغير مريح. فعلشان كده انا عملت السلسله ديت. اللي هعمله فيها هو ان انا زي ما قلت لك هدربك تدريب عملي وحقيقي ازاي تكتشف وتتعامل مع 80% من الاعطال اللي ممكن تحصل في عربيتك على طريق سفر، وتصلحها بنفسك وتكمل طريقك باذن الله وتوصل للمكان اللي انت رايحه. فلو انت تعرضت للموقف ده قبل كده، او لو انت عايز تجنب نفسك حرج ان انت تتعرض للموقف ده قبل كده، ان انت تتعطل على طريق سفر ومعاك اي حد في العربية، هتكون محتاج انك تشوف الفيديوهات دي او المجموعة اللي انا هنزلها ورا بعضها دي من البداية للنهاية علشان تفهم كل ما يختص بالاعطال الطارئة للعربية في طريق سفر. الشرح ده هيكون للعربيات اللي شغالة بنظام الانجكشن او الرشاشات او البخاخات. العربيات الكربيراتير هيكون ليها مجموعة تانية لان ليها طريقة تانية في التعامل مع الاعطال. مهم انك تشوف الفيديو للاخر علشان تفهم كل التفاصيل، وهبدأ شرح على طول بعد الفاصل باذن الله. علشان تتعامل مع 80% من المشاكل اللي بتقابلك على طريق السفر وانت مسافر، لازم يكون معك بعض العدد والادوات الاساسيه اللي ضروري تكون موجوده في اي عربيه عشان تتعامل مع المشاكل دي. ونبدا اساسي طبعا الكريك والصليب. انا عندي كريك واليد، بعد كده عندي ترومبه بنزين او القلب بتاع ترومبه البنزين، وهفهمك في الفيديو الفرق ليه. حساس كرنك، قطره تشد حد او حد يشدك، بلادوسه، افوميتر، شكرتون حراري، سيور، خرطوم اخد بيه من حد بنزين او حد ياخد. عندك شاكوش، مفك عادة، وصليبة بجيبه متعدد يعني يشتغل بروحين، معايا واحد كبير وواحد صغير عشان الأماكن المزنوقة في العربية. بنسى قصافة، وبعد كده البيبة 13 12 10، وبعد كده المفاتيح ناحية وناحية 19 17 15 13 12 10. منفاخ للكاوتش، بنسى كلابة، زيت أمير، جفت، صنفرة، إيبوكسي اللي هو بتاع لحام الحديد ده بنحتاجه قوي، بنسى بوز رفيع، مقص، قطر، سلك، افوميتر، يعني زي ما انت شايف دي الحاجات الاساسيه اللي انت هتحتاجها علشان لا قدر الله لو اتعطلت في الطريق الحاجه دي اكيد هتنجزك. دي نيجي لواحد من اشهر العيوب اللي انا بشوفها على نفسي في الطريق كتير مع عربيات كتير، وهي ان تكون حصل تسريب في دوره الميه، وبالتالي ميه العربيه كلها نزلت وبالتالي العربيه سخنت. طيب لما انت تتعرض للموقف ده ازاي تتعامل معاه؟ اول حاجه بتيجي على القربه بتاعتك، وخلي بالك بيكون في ضغط جامد، فانت بتعمل ايه؟ انت بتهويها سنه صغيره خالص، هتسمع صوت ضغط طالع من جواها، بتسيب السنه الصغيره دي يبدا الضغط اللي جواها يخف، وما تحاولش تفتحه للاخر لان ممكن الميه تنط في وشك وتبهدلك يعني. على ما الميه تبدا الضغط اللي جوه يبدا يخف، اول حاجه واهم حاجه بتدور عليها هي ان انت تعرف الميه بتتسرب منين. الميه بتتسرب منين؟ لو انت الميه مش ظاهره قدامك، هي مش حاجه قدام منك، ظاهره قدام منك كده، هيبقى انت هتنزل تبص من تحت العربيه. ننزل تحت العربيه علشان نشوف الميه بتنزل منين، لان هي دي اهم نقطه. بتدور لحد ما تعرف الميه بتنزل منين، مكان نزولها من تحت هيسهل عليك معرفة مكان التسريب او الخرم اللي موجود. لو وصلت لمكان تسريب المية يبقى خلاص هنتنقل للخطوة اللي بعدها. طيب ما وصلتش لمكان تسريب المية، او بمعنى صح العربية كانت بخرت كل المية اللي فيها، بيكون ده الضغط اللي جواها خف، فبتبدأ تفكه كده بالراحة، تأكد ما عادش فيه ضغط، وبعد ما تفكه بتروح جاي مزود شوية مية صغيرين، وتبدأ تنزل تحت العربية علشان تعرف مكان التسريب منين، من جسم المكنة ولا من الخراطيم والوصلات. بتحط شوية مية صغيرين فيها، وبعد ما تحط شويه ميه صغيرين بتبدا تنزل تحت العربيه وتبدا تشوف التسريب بيجي منين. خلاص كده احنا وصلنا لمكان التسريب، اللي بعد كده هنعمل ايه؟
مكان التسريب عندك هيكون حاجه من ثلاثه، اما من جسم المكنه وده بيكون من الطوبة بتاعه الميه، واما من الخراطيم والوصلات سواء كانت فبر او خراطيم عاديه، واما من الريداتير ذات نفسه او العلب بتاعته. طيب هنبدا نمسكهم كده بند بند واقول لك تتعامل معاهم ازاي ايا كان، وايا كان الخرم. خلي بالك ان طوبة الميه في مجموعه بتكون قدام وفي مجموعه بتكون ورا متبريه هنا كده. هنفترض مثلا ان انت لقيت طبه ميه الصدى كلها واتخرمت وسربت الميه. هنفترض مثلا ان هي الطبه دي. اللي هتعمله بعد كده ايه؟ اللي هتعمله بعد كده هو ان انت اول حاجه هتصنفر، هتوسع لنفسك الاول، وبعد كده هتبدا تصنفر المكان اللي هو الصدى كله دوت، وباش هتبدا تصنفره وتبدا تنظفه كويس جدا 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 جدا، عشان لو في اي صدى او في اي زيوت او اي شحوم اللزق اللي احنا هنلزقه مش هيبان. فاول حاجه هي التنظيف بالصنفره. وبعد كده بنجيب انبوبتين الايبوكسي اللي احنا قلنا على طول يكونوا موجودين معانا، ايبوكسي ستيل، ونشوف اي حاجه، اي ورقه، اي حاجه عاديه، المهم ما تكونش عليها زيوت او شحوم، يعني دي حته ورقه عاديه، وبتبدا تخلط عليها. خلي بالك الايبوكسي ده لما تيجي تخلطه بتخلط اللونين قد بعض، يعني وليكن مثلا ادي شويه هم، ومن العلبه الثانيه او الانبوبه الثانيه شويه بيكونوا نفس الحجم. تقريبا نفس الحجم. وبعد كده بتروح جاي مخلطهم على بعض، هياخدوا لون رصاصي. على فكره الموضوع ده انا مجربه شخصيا، انا ما بقولش حاجه من خيالي. وبعد كده هتروح جاي واخد الماده دي كده، وتروح جاي على المكان اللي هو مثلا مخروم، وتروح جاي داهن بيه وتسيبها عليه. يعني هفترض ده المكان اهو، هتبدا تاخد بيها كده وتبدا تدهن على المكان كده، تدهن على المكان. بس اهم حاجه زي ما قلت لك لازم يكون نظيف كويس جدا جدا جدا، ما عليهوش اي اثار من الشحوم او الزيوت، وتكون مصنفره ومنظفه تمام. وبتسيبه بقى ينشف معاك في المكان اللي هو مخروم قدامك ده مثلا ما لا يقل عن نص ساعه. ده بالنسبه للحام طوبة الميه لو اتخرمت معاك على الطريق وانت ماشي. اللي بعديها بقى هنفترض ان اللي اتخرم معاك مش طوبة ميه، هنفترض ان اللي اتخرم معاك علبة الوصلات الفبر. يعني في بعض العروض بيكون فيها كونفرتات او مشتركات او شجرة ايا كان المسمى، هي عبارة عن حتت فبر في دورة المية بتتوصل بين الخراطيم وبعضها برضو بنفس الطريقة. اول حاجة بتروح جايب صنفرها صنفرة تمام، وبعد كده نفس الطريقة بالظبط، وتصبر عليها نص ساعة او ساعة لحد ما تنشف، وبعد كده تملى ميتك وتدور وتشوف. هنفترض مثلا ان ده خرطوم مية واصل في الدورة بتاعته، وانت اكتشفت ان هو ده اللي مشروخ او مقطوع وبينزل المية، هتتعامل معاه ازاي؟ اولا هتتك كده عشان تشوف مكان الشرخ او القطع، اظن واضح اهو. طيب ده هتتعامل معاه ازاي؟ هتسيبه راكب زي ما هو في العربيه، وبعد كده هتجيب الصنفره بتاعتك وهتبدا تصنفر حواليه وتشيل برضو اثار الزيوت والشحوم والكلام ده. بس هنستخدم حاجه تانية هنا، احنا بس بننظف علشان المرحله اللي بعد كده. بعد ما تصنفر المنطقة اللي هي فيها الشرخ وقبل منها وبعد منها تصنفرها كويس جدا وتنظفها، بتيجي على الشرخ ده، أظن هو واضح أهو، ده بيسرب مية تمام. أنا بدي لك مثال. وبعد كده هتجيب الجملكة وهتروح جاي ضاغط على الشرخ ده بحيث يفتح، وبعد كده تروح جاي مسقط جواه جملكة، وبعد كده تروح جاي سايبها تنشف. أدي مثلا أهو، بعد كده ادي الخرطوم هتدوس عليه الشرخ هيطلع قدامك، شايف؟ هتبدا بقى تسقط جواه الجملكه دي جوه الشرخ ذات نفسه، وبعد كده تسيبه ينشف مش اقل من نص ساعه. بعد ما ينشف هتبدا تجيب الشكرتون او اللزق ده، خلي بالك الشكرتون ده في منه عادي وفي منه حراري، هتبدا تجيبه بقى وتبدا تنسج فوق منه. يعني مثلا انت ما تلفش عشوائي كده، لا انت بتخلي شفه من الشكرتون ده، شفه راكبه على شفه، وبعد كده الشفه اللي بعديها راكبه عليها، وبعد كده الشفه اللي بعديها راكبه عليها، عشان تساعد الجملكه دي في ان هي تصمد معاك لحد ما تروح بيتك. ادي مثلا المكان اهو، خلي بالك لو انت بتشد، انا بس عامل دي تجربه، لو انت بتشد على مكان فيه زيوت او شحوم او بتاع الشكرتون ده هيفك منك تاني، لازم يكون المكان نظيف وناعم ومتصنفر. انا اهو بص بقى اللي بعدها،
بص باخد نصها واروح جاي نازل بيها، وبعد كده اروح جاي ماشي كده، بعد كده اروح جاي واخد نصها، نص الشكرتون بيعدي على نص الشكرتون، انا كده بنسج علشان ضغط الميه، وهكذا تروح جاي مكملها للاخر. دي طريقة لحام الخراطيم وانا شخصيا مجربها وبتصمد معاك على الاقل خالص 24 ساعة. نيجي بعد كده لمرحلة لو انت اكتشفت ان في عندك خرم في الريديتير ذات نفسه، سواء كان في الشبكة بتاعته او في العلب، سواء كانت العلب في الجناب او فوق وتحت، هنتصرف ازاي؟ اول حاجة بتوسع لنفسك وتفك عشان تشوف المكان اللي مخروم او المكان اللي بيسرب. بعد ما بتفك المروحه اعمل حسابك ان في فيشه بتكون راكبه فيها فما تشدش على طول، بتطلع بالراحه كده وتروح مسلك الفيشه وفككها. طلع المروحه، بعد كده بتقرب علشان تشوف المكان اللي بيسرب عندك ميه، يعني كمثال او كنموذج انا عندي هنا كده اهي الميه مغرقه الدنيا. لما تلاقي الدنيا غرقانه عندك ما تشغلش بالك باللي تحت، لان الميه بتنزل من فوق لتحت، انت بتطلع مع الميه لفوق لحد اخر نقطه فيها. طيب انت ما انتش متاكد ان الخرم في المكان ده بالظبط، هتعمل ايه؟ هتروح جاي دالق شويه ميه في القربه وتتابعها هنا وتشوفها بتطلع منين بالظبط. نفترض ان هي مثلا طلعت بتطلع من المكان ده، من الشريحه دي، سواء من فوق او من تحت، وانت شفت المكان بدقه هتتعامل معاه ازاي؟ هفترض مثلا ان انت اكتشفت ان المكان ده الشريحه دي هي اللي بتجيب عندك ميه، سواء من فوق او من تحت. اللي بعد كده بتعمله ان انت بتقطع شريحتين بس علشان توسع لنفسك، يعني سي مثلا انا بفترض لك ان هنا اهو، وكده كده خلي بالك لما هتروح تلحمه برضه هو هيطير الشريحتين دول علشان تشوف المكان. ادي المكان هنا اهو. اللي بعد كده ان انت زي كل مره، زي ما انا نبهت على الفيديو في اول مره، انك بتروح جاي مفضي المايه من الريداتير، وبعد ما تفضيها بتروح جاي على المكان ده وتنشفه، وبعد كده تبدا تصنفره وتنضفه، وبعد ما تصنفره وتنضفه بتلحم بنفس الطريقه برضو. بعد ما ينشف خالص بتروح جاي جايب ماده لبوكس وتروح جاي حاططها عليه وسايبها مثلا نص ساعه او تلت ساعه لحد ما تنشف معاك. طب افترضنا مثلا ان الخرم جه في العلب، يعني مثلا انا عندي العلب هنا شمال ويمين، عندك انت ممكن تكون فوق وتحت. افترضنا ان هي من الشفه اللي هي بتقفل على العلب سواء فوق او تحت، برضو نفس النظام، هتنضف الاول، هتصفي الميه الاول، وبعد كده هتنضف كويس جدا، وبعد كده هتبدا تلحم بنفس الطريقه بالظبط بنفس ماده الايبوكسي وتصبر عليها تنشف، وبعد كده تحط ميه وتدور وتشوف. كده انا خلصت شرح فيما يخص الجزء الاول من السلسلة، وهو خاص بالتعامل مع مشاكل تسرب المية وارتفاع درجة حرارة الموتور، ازاي تتعامل معاه، كل الاوضاع كل الاحتمالات. لسه في مجموعة تانية من الشروحات عن اعطال تانية كتير ومتعددة ومتنوعة، وتقريبا زي ما قلت لك هتغطي معاك 80% من المشاكل اللي هتقابلك. ده رقم واحد. رقم اتنين، في مجموعة تانية من الفيديوهات بتاعتي على القناة بتاعتي في اليوتيوب تقدر تستفيد منها، لان هي هتفيدك بشكل فعال جدا في صيانة عربيتك. لو انت بتشتغل بايدك في عربيتك، ولو انت مش بتشتغل بايدك في عربيتك، يبقى على الاقل لما تحصل عندك مشكله وتيجي رايح الورشه هتبقى فاهم ايه الوضع وايه المشكله اللي عندك. شير الفيديو لان في ناس بتتعرض للمواقف ديت، والفيديو ده اكيد هينفعها، فهينوبك ثواب نقل المعلومه للغير او نقل العلم للغير، لان زكاه العلم نقله. ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي باذن الله.